أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. حذر اقتصاديون من مخاطر تنامي نسب الفقر في العراق والذي بلغت نسبته وفقا لوزارة التخطيط 21%، وهو الرقم الذي يصفه المختصون بالخطير، مؤكدين أن زيادة أعداد الفقر يمكن أن تؤثر في الاقتصاد بشكل عام وتؤدي إلى تراجع معدلات التنمية المستدامة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن نسب الفقر في البلاد تبلغ نحو 21%، وهي نسبة مرتفعة. ولفت الهنداوي إلى أن الموازنة المالية للعام الحالي يجب عليها مراعاة مسألة مواجهة الفقر والحد من ارتفاع نسبه وزيادة التخصيصات المالية للحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية. أعلنت وكالة IBBO الأوروبية أن العراق سيغلق عرضاً قدم في وقت سابق لشراء 50,000 طن من الحنطة بعد حصره بثلاث دول فقط مستثنيا روسيا، أحد أكبر المصدرين في العالم. وقالت الوكالة إن تجارا أوروبيين أكدوا لها بأن العروض التي قدمت من قبلهم للحكومة في بغداد لتغطية حاجتها لشراء 50,000 طن من الحنطة قد رفضت، مؤكدين أن السلطات في بغداد حصرت عمليات الشراء بثلاث دول فقط، وهي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، لأسباب غير معروفة. وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن قرار الحكومة في بغداد يأتي بالتزامن مع أنباء عن نية روسيا الخروج من اتفاقية الحبوب التي تضمن استمرار تدفق الحبوب الروسية إلى العالم. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما أظهرت بيانات من القطاع انخفاضاً كبيراً في مخزونات النفط الخام قبيل صدور البيانات الرسمية. وارتفع خام برنت 16 سنتاً ليصل إلى 80.93 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتاً ليبلغ 77.32 دولاراً للبرميل. وذكرت مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت حوالي 6,100,000,000 برميل في الأسبوع المنتهي في 21 من نيسان الجاري. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية. وشددت يلين على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون غير مشروط من أجل تفادي هذه الكارثة. ووصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض إلى أكثر من 31 تريليون دولار في كانون الثاني الماضي، ما دفع وزارة الخزانة لاتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة. كشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد عن 37% إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين طرد في العام حتى آذار الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت ذا تراسل تراست التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة إن أكثر من 1,000,000 طرد غذائي جرى تقديمها للأطفال. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760,000 شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة بلغت 38% على أساس سنوي. ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريباً. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.